خلاص خلاص روحي، لا تبجين ودادة، انت تبجين قلبي يعورني، ابجي معاك، روحي لا تبجليني في السوق، روحي بس روحي روحي روحي. اقول انه هالحلوه هذه وداد. وداد؟ وداد اللي عندك في البيت الخدامه؟ ايه فقيره مسكينه تكد على اهلها، عاد جيتني هني علشان اروح حق الشيخ واتوسط حق اخوها. ايوه علي لك هجر، لك هجر يا ابو غازي، لك هجر ويحس عمرك طويل ويطول بعمرك امين يا رب العالمين. اي والله خليني ادور لاجر، شو ادور؟ ادور لاجر الله يسلمك. اي والله اي والله ان لك هجر، اقول ترى التجار لازم يزكون ويعطون الاوادم عشان الله يدفع عنهم البلاء، وعشان كذي يلا مد ايدك واعطيك هم ربيه، خلي الله يدفع عنك البلاء امين يا رب العالمين. عندي ولدي بطاطا بعد؟ ايه شو اسوي؟ عيالك ما يكبرون يصغرون. شو اسوي بعد شو اسوي؟ اجيب هاي 10 ربيات تستاهلين. مشكور وما قصرت ويا عمرك عمر شعيب النيبه يا بعد قلبي، مشكور ما قصرت عسى عمرك طويل. حياك الله يا ابو خليل. يا رب. كسرتي مكتبنا شوي شوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقول يا ابو فهد ايش رايك نروح له ونحاكي؟ شن هاتش فيها الله يهديك ابو غازي، هذا مو مال كلام. لا حول ولا قوه الا بالله، الريال فسخ الحياه موليه. اي والله اشكره خبر خير قدام الله وخلقه، ما تلام زوجته اذا هدت للبيت. والله يا جماعه الواحد ما ودي يتكلم، لكن بنتي حصه تقول لي هذاك اليوم ان مغازي مرته مريضه طايحه ما هي صاحيه، وسبت طيحتها هو ابو غازي. اقول يا ابو فهد ولا هان اخوي ابو محمد، انت كبير الفريج وكلمتك مسموعه، يا ريت تسعى بالخير بينه وبين زوجته، يمكن ترد البيت. ودي ودي انا والله يا جماعه ودي، لكن اخاف فشلني. تسوي اللي عليك يا ابو فهد والباقي على الله. شو تسوي بعد؟ امر الله. جزاه الله خير طويل العمر اللي ما قطك بالحبس، ولا كان سواد ويه. بالعكس كان زين قطه بالحبس عشان ياكل القمل ويتادب. تطنز زين باكر تشوفون ايش بسوي. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي انت؟ ما اذيتنا؟ عبالك اللي يقط الخلاجين هذا بيسويك شيء؟ العلمك اللي يقط هذا احسن من القعده في البيت مثل المره. انا ماني مره. غير نفسك على نفسك. والتاليه وياكم كلها صيحه ونجره، فشلتونا كنكم دياكه. ما تسمع ايش قاعد يقول؟ ايش خربط؟ يلا عاد يلا يلا تعالوا خلونا نفكر، خلينا نعرف ايش بنسوي. نسوي شنو؟ في الدين اللي على ابوي. انا اقول لكم ايش نسوي، تعالوا. زين يا جماعة أترخص أنا. وين؟ بمر الدكان عندي شوية شغل. شغل؟ ونسيبنا وينه؟ سلمان مو قايم بالشغل كله؟ لا بالله سلمان بيض الله ويهه قايم بالشغل كله، وأنا مسلم الخيط والمخيط. بس لا بديده كل يومين ثلاثة لازم أمر عليه. خير. إيه أبو فهد ما وصيك لا تنسى موضوع أبو غازي، ترى لنا أجر. أبشر أنا بعد أترخص. وين رايح؟ يقعد يقعد. بروح الدكان اطلع على هالمقرود هذا خالد. خالد هناك الله يهديك، وهو قايم كل الشغل. قايم بالشغل يا ابو فهد، لكن خالد مصرقع لا عرات مقشره، اخرتها امس باط راس هذا بطان قدام الله وخلقه. اي سمعت بسالفتها مع بطان، عسى الله يخلي لك خالد ان شاء الله والزوجه. زوجه انا خل زوج العود اول. يلا همتك، ترى محمد يستاهل، عاد خلخت تدور لها بنت الحلال. بنت الحلال موجودة وابوها ينحط على الجرح يبره. ما علينا من هالحكي، بغيت عبد العزيز بشغل 5 دقائق لو سمحت. ابشر عبد العزيز، تعال عبد العزيز. امر عمي. شوف عمك ابو محمد الشابي. حاضر عمي. يلا ترخص. حياك الله. لا لا لا، بيت التنتيل ما ينباع ولا دكان التنتيل ينباع. عيل شنو اللي بتبيعونه؟ تحكوا شنو اللي بتبيعونه عشان تسدون دين ابوكم؟ انا اقول الوالد طول عمره شايلنا ويا اليوم اللي نشيله. وشلون بشيله؟ ببيع اليقط ولا بتشتغل صبي عند التجار؟ وش حق نروح نشتغل صبيان عند التجار؟ ليش يبقى هذا الدكان مبطل؟ كفو كفو يا ابو وليد كفو، هذا الدكان مبطل والتجارة ايش يبي لها يا ابو وليد؟ ما يبي لها شيء، خليك فطين ونبيه وخليك عذر دين لا تدين احد.
سلف لا تسلف احد مبادل وخرابيط حط بالك تبادل احد وبس ها لا حفظت هالاشياء اللي قلت لك عنها ان شاء الله الله بيوفقك ودربك سمح سكت واللي يرحم والديك انا اقول لكم سكوا الدكان وايد احسن فشلتونا شفت اخوك اعرفه هذا ما يترس عينه شيء ابد لا والله ما يترس عينه شيء ولد الاكابر عزيزي بغيت اسالك سؤال بس خايف تزعل ويصير بخاطرك اذا بتزعل ماني قايل لك ترى افا يا عمي انا ازعل منك انت ما ينزعل منك انت غلطتك من غلط عمي ابو فهد شبي طيب طول عمرك طيب خير عمي امر انا بغيت اقول لك انت كل المده قاعد بدون زواج مالك نيه تتزوج تاخذ بنت عمك حصه وليش هالسؤال عمي اكيد عمي ابو فهد وهو اللي كلمك بهالموضوع حش الرجال ما يعب الطاري ابد ولا بطل حلجه بكلمه لكن انا اشوفك انت ساكت صاخ شنا مالك خاطر دام مالك خاطر خلنا نخطبها حق اخوك محمد اللي هو ولدي واذا لك خاطر فيها لا انت اولى ولد عمها واقرب الناس لها وانا بنفسي مستعد اخطبها لك ايش قلت يبا قومي يا ابو غازي قومي نايمة ما تدرين الصاير غير الصاير وي حزرت قلبي عليك يا حزرت قلبي عليك يا ام غازي نايمة ببيت اختك ما تدرين الصاير ببيتك اي الصاير قولي سمعوني انا مو نقالت حكي مو تقولون مخليل بعد تودي حكي وتجيب حكي لا عشان لا يلا الجدوه يلا العافيه يلا الستر بس عشان هنسيت شنو بتحكي اي تحكي بطيتي كبدي قولي ابو غازي شي الظاهر اني متزوج وداده بالسر ما تعت؟ والله الواحد تعز عليه نفسه ولا احنا عيال التنديل عيال العز نشتغل اي شغلة كنا بعز هذاك اول يا عبد الرحمن العز اللي تحكى عنه ما راح يجينا واحنا قاعدين كذي بطالية انا اقول نشتغل اي شغلة المهم نشيل هم الدين عن ابوي يعني الحين لو نشتغل بدكان واحد من هالتجار بيرد لنا العز اللي كنا فيه لو تكرف سنين ما توفي الدين مال ابو شهاب اللي على ابوي والقهر ان هذا الدين مو ديننا واحنا اللي بنسده صدق حمين اخونا الصغير والجعده وساعات يخورها بالحكي لكن كلامه عدل الدين مو ديننا لا والله مو ديننا بس اخ ما باليد حيله خل على الله يا محمد خل على الله زين اقول لك شلون الحين بنقعد كذي احنا لا شغل ولا مشغله قوم يبا قوم خشوف رزقنا قوم وليد خير انا قررت قرار وما لي رجعه عنه خير بعد يا كثر ما تقررون ايش قررت انا الله يسلمك قررت اروح اشتغل بالحمدي حمدي ويهون عليك تخلي ابوك بروحه يا محمد افا ما عاد يا بطال أنا مليت واتوسط لك عن طويل العمر وسويته مرة ثانية ماني مسؤول عنك أدري أذيتك عمي أدري بس صدقني والله العظيم مالي شغل بالبوقات اللي قاعد تصير بالديرة أنا مالي شغل يا عمي لو الشيخ متأكد إنك مواد ما هدك وانكررت مرة ثانية يقول لك الشيخ يا ويلك عمي دام راسك يشم الهوى ما حد يقدر يسوي لي شيء أوه هذا بطال عندنا اليوم الحمد لله على السلامة بطال متى طلعوك من السجن الله يسلمك غازي لو مو عمي ابو غازي كان الحين انا بالسجن والخازين تشتغل علي لو مو اختك وداع ترجتني هالفقيره المسكينه كان الحين خايس بالسجن اقول يبا ليش ما تشغل بطان عندنا بالدكان وتكسب فيه اجر غازي ما تستحين اشغل حرامي بالدكان افا عمي ما هقيتها منك ما هقيتها مني انا مسكنك ببيتي وما اخذ منك اجر كله عشان خاطرك اختك وداع بطان ترى الوالد يعز وداد وايد وما يحب يكسر بخاطرها انثبر بس وتحكي عادل عاد بس يلا ايه صدق يبا انا ترخص وين رايح وهد الدكان وداد موصيتني اقط عليها الادام انثبر وقعد محلك خل بطاني ودي الادام حاضر عمي تامر لا 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 يبا عندي شغل اخلص شغلي واقط عليها الادام وارجع يلا لا تاخر يلا تعال بطان ابي حاضر تعالي يا ما تستمر على ولد الحين بطال بطال ايش
فيك طاهر؟ فيك ما خذيوش؟ اشتبي بعد انت اشتبي؟ شفيك مكبرت عسى ما شر؟ ولدك خلود خلى فيني قاصر طقني طقلة عن بخيري بتكمل عليه بعد انت؟ دام هذا ردك ما ينلام فيك يا المقرود، وانا يا طيب خاطرك واعطيك شم فلس علشان تسامحه، لكن الظاهر منت كفو. روح روح، ما حد يعرف لك الا هو. يلا مالك علي. مو حرام عليكم اللي سويتوه بهالمسكينة؟ ايش ذنب البنية تطقونها؟ انت صج ما تستح على وجهك الحين، بدال ما ندافع عن امك المسيكينة تدافع عن الخادمة. بس صج ليه قالوا الحاب يطلع على بذرة؟ يا خالتي وداد ما لها ذنب اللي بين امي وابوي. عيل من له ذنب؟ ما تقول من له ذنب. امشي امشي يا وخيتي، امشي قدامي. الظاهر كل اللي في هالبيت شارب سم من هالحية الرقطة هذه. امشي زي قدامي. يمه يمه نفرش شوي يا اخوتي، خل نشوف ايش يبي. خلي ولي حسبي الله عليه وعلى ابوه. انشال قدامي يمه. السلام عليكم. سلام ملسول. تعال همي زين. هم اللي الحمد لله الحمد لله. همي ودو شاي؟ لا ودو ولا شاي، ابي ماي. ما بس يلا مشكور. ادري يا بطان زعلان وصاير بخاطرك من سالفه اليوم الصبح. لا تلومني انا، كنت شوي متكدر من سالفه وطلعت حرتي فيك. سامحني يا الحبيب سامحني. عمي شو ما تبي نزعل، ودم اللي راح شلون؟ ريال هالجسم فيه دم يكفي فريج الله يهداك. الحين نعوضك بدال دمك. عشر ربيات بدال دمك. مشكور مشكور عمي مشكور. عسى رضيت؟ جا شو ما رضى، انا ما اقدر ازعل عليك اصلا. اي اكيد عشر ربيات تسوي شغل. بغيت اسالك سؤال يا بطال. سمع عمي، اختك وداد هذه؟ ايه. هذه ليش للحين ما تزوجت؟ ما ياها نصيب عمي. اي صاد كل شيء نصيب. زين يعني اذا ياها ريال طيب كذي يسر عليها زوجونها؟ ادري. شو ما تدري مو اخوها انت؟ انا اخوها بس مالي امر عليها عمي. اه اي يعني بو. شنو بو عمي؟ بو هذا يلده متروسه تبن ولها قرون. يعني شيء زين عمي. اي اي لها قرون. اي زين عمي انت ايش حقك تسال؟ اسال سلمك الله، لان انا والله كاسر خاطري هالبنيه. أول شيء صغيرة، وبعدين أنت صاحب غارية، هاي غاريتك وينها؟ تقعد تخدم من بيت لبيت ومن فريج لفريج، عيب. ها؟ بعدين زواجها يحل وايد مشاكل، الريال قلب على زوجته أبو غازي والسبة أختك، ما يصير يا بطال يا حبيبي. ها عمي؟ ها؟ ها شوف حاط عينك على أختي، كأنك تبيها. استح على وجهك، مالت عليك. شرها والله مو عليك. شرا مو عليك، شرا علي انا. عندك ريال كل هالمده. خلاص عمي انا ما لما سولف اخربط اخوره اثول. زين اثول طول عمرك اثول. انا على بالي عقلت تغيرت يا من بعد انت سؤالك ما شلون صاير، حكيك ما شلون صاير عمي. شنو ما ايش قلت غلط؟ والله انا قلت يعني هديت حبيبه القلب من نور وحطيت عينك على اختي. خونتها الايام ماكو قلابي، ما نعرف لك صراحه. والله حكي الله يا معاك. شرها مو عليك والله، شرها على اللي قاعد وياك يسوي لك جميل الحياه. يلا بالخير حجي. حجي مالي؟ كملنا. شوفه مطلع حرة سمعه شواربه. خلاص خلاص هذه عندي انا راويك فيهم. اي ومشاب. لا يا عم، عمتي مسكينة ما لها ذنب. انا اعرف حرة المرأة. يعني ما لقيت تطلع حرته الا فيك انت يا المسكينة. يا عمي انا مستعدة اتحمل الدنيا كلها علشان خاطرك. اللي ما يعزك ما له معز عندي انا. عمتي زعلانة بسبتي. انا مستعدة اطلع من البيت بس ما يكون سبب مشكلة بينك وبينها. انت مالش طالعة من هالبيت، وحقك انا اللي بجيبه لك. عمي عمي وين رايح؟ بذهب لك عشاء. ماني متعشي قبل لا ارد حقك. يا
يعني ايش تبيني اسوي؟ اسوي مثلك؟ اقعدني في البيت لا شغل ولا مشغله وسلمان يكد علي؟ لا يبا لا، لعلمك ترى انا اللي معيشكم. انت خسرت خسرت خسرت، انت تعيشنا عايشين من خير ابونا. خير ابوك يبا اول، الحين ماكو خير، خلاص ماكو شيء، خلصنا. الحين انتم عايشين على الدهن العداني واليقظ. انت متعود تذل نفسك، احنا مو متعودين. خير خير، ايش فيكم متفاهمون شلون؟ اخوك هذا بياع اليقط، ما ادري شايل نفسه على شنو. خير يا خالد، ايش صاير؟ ترى كلها صيحه علشان قلت له تعال وقف معي بالدكان بس. اوه هذا اللي بذلنا عشان بطل الدكان، يبغى سكه ولا تمنن. بالمبارك يا خيتي. شالي بقازي يا بريوله لين هني. وش اللي يابا؟ بدينا بالدلع يا يردك البيت. شفتي قلت لك طاوعينه وشي على مرامي، هذا هو يا هني لين عندك. لما طقينا هالشلحة الملحة خاف خاف من الفضايح ويا هني. يا بعد عمري بخاسي وانا فيه الحين. وانا فيه بالديوانية مع ابو شاب. زين واللي سلم امرك اخذيني له. لا 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 ثقلي شوي، الريايل ما ينفع معاهم الا الثقل. ثقلي ولا تطلعي لبرا، وهو اللي ييلك هني لين عندك ويطيب خاطرك. سامع يا محمد؟ سامع اخوك ايش قاعد يقول؟ طول بالك يا خالد، انت الكبير كبير عطل. دير بالك تخلط، دير بالك لا صوتك لين اورم وجهك. اسكت يا بياع اليقط. محمد خذ حميه من وجهي لا احفر قبره في الحال. تعوذوا من ابليس، تعوذوا من ابليس فيكم شكم يا هال. هذا ما حد كبر راسه الا ابوي مختار بيه عباله بيصك دعنا. روح ما وصلت. ها يا يعني يردها ولك عيل بعد تكلمين يا جيلك الحياه. جدام شو جدام شو 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 بخاسي بخاسي بعد عمري الحين الحين مع غرضاتي قاعد ارتاح. يلا بخاسي جهزتي اغراضك؟ حطيتيهم بالصندوق يا عمري؟ جهزتهم. خالصي يبا انت؟ زعبة. جاهزة كل شيء؟ زعبة يا ابو غاز. صندوق مليان؟ انت طالق. Thank you.
يبا حسبي الله عليك وعلى امك اللي جابتك طايح في كبدي. بغيتك بكلمه قبل لا تمشي. عسى ما شر صاير الا الشر بعينه يا يبا. يقول لي صاير بشر مالك جيت مو فوق السطح يمكن رايح الدكان مبكر. لا 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 ظاهر الوالد ما نام بالبيت البارح. ايش صاير؟ ايش فيكم؟ ردوا علي ايش فيكم؟ حسبي الله عليك خرعتني انا عبالي صاير شيء بالديره. يبا اقول لك امي تعبانه ومريضه حيل، يعني هالشيء هذا ما يخرعك ولا يضايقك؟ امك هي اللي تخرع. امي مريضه حيل وانش علي منها. يا يبا انا ادري انك زعلان وسبه ام اللي سوتها بوداد، بس صدقني يا يبا مو ام اللي طقت وداد، حتى اسالها وداد وداد مالك شغل مالك شغل ابو داد حاجني انا وداد لا تتدخل لا تحاجيها كلش. ابوس ايدك يا يبا راضها وردها لبيتها. امك ما راح ترد البيت يا يبا. ليه متى تبي تتم هي قاعده ببيت بشهاب كذي؟ هي مريضه حيل، يعني ما تكسر خاطرك وهي مريضه؟ تصدق انت لو تروح لها تقول لها ابوي طرد وداد من البيت تقوم مثل الحصان وتجي البيت ركضني. هيا ليش ما تطردها؟ لا تتدخل لا تتدخل، مالك شغل بيني وبين امك مالك شغل. يا يبا انا ماني صغير وادري ايش اللي يصير ببيتنا. لا تدري ايش اللي يصير ببيتنا؟ يلا قول 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 شو اللي يصير. لا الا تقول لا لا قول قول. ادري ان وداد عندك اغلى من الوالده. انتوا ايش فيكم على هالفقيره هذه المسكينه؟ ما في قلوبكم رحمه؟ هذه خد رفيجك يا ايش فيك انت؟ ما تفهم؟ ما تبون الاجر؟ ما تبون الاجر؟ انا ابي الاجر. علينا هالحكي يا الوالد علينا. اسكت اسكت لا خليك تلحق امك ها؟ بس ولا كلمه ولا تتدخل وخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وفهد أبو أهلي عدري بها إن شاء الله. بسم الله بسم الله. صبحك الله بالخير يا مغازي. قومي يا وخيتي تريقي معاي. علامك ما تردين علي موضي. انا مالي ذنب انطقيت حالي حالك. ان شاء الله ان شاء الله. من عندي الباب مغازي خير. ايش عندك ياي من صباح الله خير؟ ايش عندك؟ مو كافي ابوك اللي سواه البارحه؟ صدق ابوي طلق امي. طلقها؟ منو اللي قال لك؟ ابوي قال لي. لا تقول حق امك، انا اللي بقول لها. زين؟ زين. شيخه اشمال البيت هذا كله؟ ابوي ما هو صغير عشان خاف عليه يضيع. يا يا الله ابو الخير عمي. هلا 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 محمد. هلا ابوي هلا حياك اقلب. مشكور عمي مشكور. انا اسالك عن ابوي. سال عن ابوك؟ ابوك ايش فيه؟ وينه فيه؟ ايه علامه قول لي ايش في ابو محمد؟ ام غازي قومي يا اخيتي حاجيني. هذا هو غازي يا يسال عنك. بس يقول ابو غازي طلقك. صدق يا اخيتي هالكلام؟ ام غازي ردي علي. موضي موضي حبيبتي حاجيني يا موضي كلميني. موضي
أم قازي. ما سألته عنا أحد من ربعه. خالد ومحمد راح يسألون. عمي ما له عاد ينام برا بيته. أنا ما أعرف شلون قدرتوا تنامون وأبوكم برا البيت، ولا واحد فيكم حتى فكر يسأل عنه. وإحنا إيش درانا إنه بينام برا البيت؟ لو واحد فيكم نايم برا البيت كان ظل يحاسي، ولا خفت عينه إلا لما يشوفكم كلكم قدامه. يا شيخ هالحكي الحين ما منه فايدة، إن شاء الله الحين يرجع لنا بالسلامة، أو أي واحد من إخوانك ومع الخبر زين. اركض شوي يا ابو شاب خلني اعرف اسولف معاك. ايه لو الحلال حلالك كان سويت ازوج. شيخه سكتي شوي. يا شيخه سكتي واللي يرحم والديك. خلينا نشوف لنا دبره صرفه نشوف ابوك وين راح وندوره. صدق ما تستحي على وجهك. خليتي حيالك يا بنت خالتي. انت مع جاسم صرتوا حكوة الفريج. ولي ساكت. ايش تبي؟ هدني. يا اخو مو انا اقول الحكي. كل الفريج ما لهم سالفه غير سالفه ابوك الحرامي. جاب جاب. تسمح لي اقول اللي صار طال عمرك؟ قول اللي عندك يا ابو محمد. محمد عرفت الصاير؟ عرفت؟ عرفت يا النذر. عرفت اللي ما تخاف من الله. انا قلت كل اللي عندي طول عمرك. ومصر اني انا الحرامي. الظاهر انك ما تعرف ابوك. اعرف عادل طلبك.